demonstrations مظاهرات لا أعتقد أن كل البلدان بها مظاهرات حتى الرئيس أوباما نفسه كانت هناك مظاهرات ضده لذا أنا لست قلق بهذا الشأن مصر بلدا عظيمة لديها قائد عظيم وقبل أن يأتي كانت هناك فوضى وهو أعاد النظام لذا أنا لست قلق بشأن المظاهرات هل عقدت اتفاق مع رئيس فرنسا بشأن العراق إيمانويل صديق معي ونحن عقدنا العديد من الاجتماعات سويا وبالطبع كل البلدان تريد مقابلة معنا وأنا أعتبر أن هذا شرف عظيم ولكن أمريكا تبلي بلاء حسنا وكل البلدان تريد التقابل معها ونحن عقدنا كثير من الاجتماعات الثنائية ولكن مصر هي فعلا مكان متميز ومكان عظيم وأعتقد أنها أكبر بلد فيما يخص تعداد السكان وزوجتي زارتها وفعلا زارت الأهرامات وانبهرت بها ووقعت في حبها والسيدة الأولى كانت هناك في مصر بوفد كبير وقالت فعلا أن مصر بلد جميل وهذا البلد لن تنساه أبدا مرحبا بحضراتكم من جديد ويمكن احنا قصدنا ان احنا بعد الفاصل نبدا بهذا المقطع الصوتي للرئيس دونالد ترامب متحدثا عن مصر وعن رئيس مصر. زي ما قلنا في بدايه الحلقه انه كانت هناك اطراف في الداخل والخارج كانت ترغب بكل قوه في الا تتم زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك وطلعت طبعا إشاعات حضراتكم شفتهم على السوشيال ميديا طلعت إشاعات مصدرها القوى الكارهة لمصر ولشعبها قالت هذه الإشاعات أنه السيسي مش هيروح على نيويورك وأنه حتى لو راح لنيويورك هيروح يوم واحد يلقي الخطاب ويرجع فورا وأنه مش هيقابل حد وأنه ترامب مش هيلتقي مع السيسي وحاجات كتير جدا امتلأ بها الفضاء الإلكتروني خلال الأيام الماضية لكن زي ما حضراتكم شفتم جدول الرئيس لم يحدث له أي تغيير اللهم إلا حتى تغيير أنه الجدول أصبح مزدحما عن الصيغة الأولى للجدول الأول يعني زعماء كثر ومسؤولين دوليين طلبوا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك يمكن كلام الرئيس دونالد ترامب خلانا برضو أمام نقطة هامة وهي أنه تقدير الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس السيسي وتقديرها لمكانة مصر ربما رد لم يرغب في سماعه لا الإخوان ولا تركيا ولا قطر ولا كل القوى الكارهة لمصر خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل شوية ونتكلم عن ما يجري على الساحة الدولية والساحة المحلية مع ضيفي الكريم الأستاذ مختار نوح المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أهلا بحضرتك أستاذ محمد أستاذ مختار تعليق حضرتك أولا على ما استمعت إليه الآن يعني أنا أعتقد إن هي أبرز ما قيل هي شهادة ترامب بالنسبة لموقف السيسي من شعبه ومن دولته هي الحقيقة ليست شهادة من ترامب الحقيقة إنما هو نوع من أنواع شهادة بقيمة عودة العلاقات إلى ما كانت عليه وإن السيسي الرجل القوي الذي استطاع أن يخضع حتى أمريكا لقانون التوازنات السياسية الصحيحة إحنا ما عدناش تابعين لحد هذا الكلام الذي قاله ترامب ربما يعني لا أسعد به ولا أحزن ولكن أشعر أنه نوع من أنواع إقرار الواقع واستجلاب العطف واستجلاب النظر إلى أمريكا لإعادة الحال إلى ما كان عليه بالأمس القريب أو قريبا من الأمس القريب إنما أنا أعتقد أن مصر دلوقتي أنا أعتقد هذه الزيارة
هتبعها زياره للاتحاد السوفيتي روسيا لروسيا الاتحاد السوفيتي سابقا. انا ما زلت مصر ان هو هيرجع تاني الاتحاد السوفيتي الحقيقه. قريبا يبقى بتفكرني بكلمه بوتين الشهيره، عبارته الشهيره لما قال انه انهيار الاتحاد السوفيتي هو اكبر كارثه جيوسياسيه في القرن العشرين. ده حقيقي. حتى التوازن اختلف في العالم. يا امريكا ما بقتش امريكا في ال 30 40 سنه اللي فاتوا الا بسبب ضعف الاتحاد السوفيتي وانهياره وتحوله الى روسيا. وانا بعتبر يعني ان روسيا في سبيل عوده هذه الامبراطوريه واعاده التوازن الدولي. حضرتك بتقصد طبعا زياره الرئيس، مشاركته في القمه الروسيه الافريقيه اللي هتعقد في مدينه سوتشي. طبعا هو فيها لقاء خاص كمان على هامش. انا مش معلومات، ده توقع. توقع يعني. وانا اعتقد ان الرئيس السيسي استطاع ايجاد قوه عربيه حقيقيه بعيدا عن الجامعه العربيه وبعيدا عن ضعف اربع دول او خمس دول بسبب نجاح الخطط المذهبيه والعرقيه لاي حاجه، لاي حاجه دي بشانهم. انما في كتله ظهرت، كتله عربيه عملها او نجح فيها السيسي. النجاح الكبير ده هو اللي هيحل مشكله اثيوبيا قريبا، وارجو ان يكون هذا سبق. احنا بنقوله في البرنامج ان مشكله اثيوبيا مش هتقعد كتير، لان بقدر قوه مصر بقدر ما تحل المشاكل. لكن للاسف طبعا قوه مصر تحاول القوى الظلاميه أن تضرب هذه القوة، حرب إشاعات زي ما احنا قلنا، أشاعوا أنه الرئيس السيسي مش هيروح على نيويورك، حروب من حروب الجيل الرابع زي ما بيسموها دلوقتي، الإشاعات، نشر الفوضى، نشر الأخبار الكاذبة، كل ذلك يحدث من أجل إضعاف مصر وإضعاف دور مصر وقوة مصر. يعني مثلا على سبيل المثال النهاردة زي ما كنا بنقول في المقدمة أنه الرئيس التركي أردوغان لا يفوت أي مناسبة، سواء كانت مناسبة محلية إقليمية دولية، إلا ويقحم اسم السيسي واسم مصر في جملة مفيدة. النهاردة مثلا هجيب بس عشان ما حدش يقول لي أنه الكلام ده مش دقيق، اتكلم عن وفاة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي داخل المحكمة. ده يعني هل اليوم الكلمة التي يعني يستخدمها كل رئيس وكل زعيم، هذا المنبر أكبر منبر في العالم يستخدمها لإيصال رسائل ولعرض ربما سياسته وخططه لتنمية بلاده، هل هو مجالها الاستخدام السياسي الفج بالصورة التي كان عليها اليوم أردوغان عندما تطرق إلى مسألة موت مرسي التي حتى لم يشكك فيها يعني أقارب مرسي؟ هو الحقيقة رئيس تركيا مستوى السياسي ضعيف ومستوى التعليم ضعيف. المسألة دي احنا ما بنحطهاش في الاعتبار واحنا بنقيمه، بنفتكر ان هو يعني رئيس غير مسبوق وغير صنعنا منه ديناصورا دون ان تكون حقيقته ذلك. انما هو من سنوات طويله كان اربكان اثناء حياته حذر من اردوغان من ان هو انسان تطلعي وان هو انتهازي وان هو ما عندوش قدر من السياسه، وحذر من انتخاب هذا الشيطان اللي هو اردوغان. كان الكلام ده حتى بحضور القرضاوي وبحضور الباوي وبحضور 30 شخصيه مصريه معروفه يعني. فحذرهم وقال لهم انتوا بتتعاطفوا ازاي مع هذا الانسان. انا اي حاجه الحقيقه تصدر من اردوغان انا ببقى متوقعها وقاريها. هو عنده طبعا مساله نفسيه بحته. السيسي بالنسبه له شيء قوي مش هيقدر يحقق مع احلامه ولا هيقدر يحقق مع التواجد اللي هو كان بيظنه. تاكد ان المساله النفسيه اللي وقع فيها اردوغان هي الهوه اللي بين حكم الاخوان وبين حكم السيسي. هو كبيره جدا. حكم الاخوان كان منزلق، كان بينحدر فيه وكان سعيد بيه. زار مصر ودفع فلوس لمرسي واستعد تماما لتحقيق حلمه، وفجاه في اقل من 7 شهور من تاريخ زيارته يمكن وثوره 30/6 انتهت هذه الاحلام. دي اصابته بصدمه. كان باني كل اماله ونجاحاته على هذا. فانا بارجو ان احنا نراعي الحاله النفسيه في خطابات اردوغان، ما نتعاملش معه لانه سياسي،
نتعامل معها لأنه حالة نفسية لابد أن يتم التعامل معها على حين. رجل كان عنده طموح كبير جدا ولم يتحقق، سقط في أقل من 30 من 7 أشهر. وطبعا لابد أن يضع المتسبب في الإطاحة بكل هذه الأحلام في موقف أو في مكان العدو الأوحد والأول له الآن، وهو عبد الفتاح السيسي. حتى المجتمع التركي أستاذ مختار، وإحنا بنتابع ماذا يجري على الساحة التركية، مستغرب قوي من مسألة العداء الشديد الذي يكنه أردوغان لعبد الفتاح السيسي ولمصر بشكل عام. هقول لحضرتك مثال، يعني أقرب الأمثلة على ذلك، يعني الممثل التركي الشهير ياريش فالاي أجرى مقابلة أمس وقال على أردوغان، قال أنه يجر تركيا نحو ساحة الصراع الدولي عبر تدخله بشؤون الدول العربية مثل سوريا ومصر. قال ما علاقتنا نحن بالمصريين ورئيسهم السيسي مثلا؟ أليس هناك مشاكل هنا يعني في تركيا تستحق الاهتمام أكثر؟ لما أدعم جماعات مجهولة في سوريا لا أعرف أصولها ولا انتماءاتها ولا من تمثل ولا كيف تفكر؟ لم نعد نعيش بالمرحلة العثمانية، ده الرجل التركي الممثل التركي بيقول كده، لم نعد نعيش بالمرحلة العثمانية. عليه يعني على أردوغان أن يفهم جيدا، أن يفهم هذا جيدا، لا تتدخلوا يا رفاق فيما لا يعنيكم، لا نريد أن نشوه صورة وطننا وعلينا أن نقف على الحياد. ده كلام يعني ممثل شهير تركي. ده تقريبا وضع يده على الناحية النفسية، الناحية النفسية اللي المفروض أن كل واحد بيؤمن بكمال أتاتورك أو بالعلمانية لازم يبتعد تماما عن حلم الخلافة اللي كانوا بيه. بالعكس يعني أنا شايف أن في كمان ازدواجية، في انفصام في الشخصية عنده شديد جدا. أنا عايز أقول لحضرتك برضو تعقيب أن حكاية حروب الجيل الرابع والخامس، الحرب بالإشاعة أو بالفرية دي قديمة قوي، وقديمة يعني من بداية الخليقة، ذكرت في إنجيل يوحنا وذكرت في القرآن وتعمل لها صورة مخصوص وتعمل لها حدث مخصوص. أهم حاجة عندنا بقى اللي احنا اللي يعني لا نعتقد ان الذي حدث انما هو شر بل هو خير، لانه كشف مواطن الضعف عندنا. لازم نتوقع اردوغان هيطلع اشعاع شكله ايه، لازم نتوقع الحماس هتطلع اشعاعات شكلها ايه، لازم، لان القران علمنا كده، يعني قال لك سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي، يعني هم لسه هيقولوا، توقعوا بقى الرد جاهز، لازم يكون الرد جاهز. احنا النقطة دي كانت نقطة ضعف في مجتمعنا الحقيقة، يعني كان سلاح مع أردوغان كويس لأنه شاري ناس كتيرة بفلوسه، شاري وكالات أنباء، فلس تركيا على حروب وهمية. ونسبة هذه النقطة تحديدا يمكن في نائب في حزب الشعب الجمهوري يقول تركيا تخسر 3 تريليون دولار بتحالفها مع الإخوان. لا أهو ده صحيح، أهو ده صحيح يعني كلام حضرتك. فيعني ومع ذلك هو زي المقامر اللي القرش عنده، القرش الاخير هو اللي هيجيب له القرش الاول اللي ضاع منه، فبيفضل يقامر لغايه ما يبيع هدومه، عنده امل انه يرجع تاني. فانا بعتبر ان الدراسه او الايام الاحداث دي كشفت امور كتيره، فوقت كمان ناس كتيره، واظهرت ناس محايدين حياد باطل او حياد زائف، بينت ناس ما عندهمش قدرات مهنيه ولا قدرات تشغل مناصبها. الحاجات دي كلها بتخلينا نقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انا هذه الايه وردت في سوره النور، وبالذات في حادثه الافك، اوعى تفتكر ان حاجه، طبعا السيسي خرج من هذه المعركه افضل بكثير، رغم ان هو ارادوا اصابته في سمعته وفي بيته عشان يعملوا مردود عند الناس على العصر السابق، كانت زوجة الرئيس تحكم وكده، انما الكلام ده كله فشل، وصح ناس كتيره خلايا كانت واخده موقف سلبي وفعلا انضمت الى جيش المناضلين. يعني احنا في حرب حقيقيه طبعا، ولا حد مش شاعر ان احنا في حرب حقيقيه، حرب بتستضلال مليارات يعني. فاللي مش شاعر بكده خلاص دي مشكلته، انما احنا شاعرين بكده. في فريق جديد انضم اللي هو لما بدا يحس ان الخطر جاي. ده صحيح. واستكمالا يعني لاشارات حضرتك لمساله انه تركيا واردوغان ينفق المليارات على علاقته مع الاخوان وعلى دعمه للاخوان،
يمكن في زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية يدعو أردوغان لتغيير سياسته تجاه مصر ويدعو بشكل واضح وصريح إلى التصالح مع مصر، يعني بيقول لأردوغان اترك الإخوان وتصالح مع مصر، دعاه إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر. إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية وأرادت أن تكسب، أولا لابد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان. كلام واضح وصريح من زعيم المعارضة التركية. نسمع طيب لو عندنا يا جماعة. Da Türkiye kaybetmesin, kazansın deniyorsa bir, İvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan'ın. Bunu bırakması lazım. Ne İvan'ı kardeşim? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları her şeyin üstündedir. Her şeyin üstündedir. İki, Mısır'la barışacaksın. Niye kavga ediyoruz Mısır'la? Ortak tarihimiz var Mısır'la. Ortak kültürümüz var Mısır'la. Niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansıyor. Mısır'a büyükelçiyi göndermeliyiz ve Mısır'la da barışmalıyız. Ortak kültüre sahibiz, ortak tarihe sahibiz. Neden büyükelçi? Yemkin kelam yani la yahtaj li ta'liq عندما يقول كليتشدار أوغلو زعيم المعارضة التركية من هم هؤلاء الإخوان؟ نحن نعيش في الجمهورية التركية ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على كل شيء. عليك يعني يا أردوغان أن تتصالح مع مصر. لماذا نتصارع مع مصر؟ نحن لدينا تاريخ مشترك مع مصر ولدينا ثقافة مشتركة مع مصر. تركيا تدفع الثمن غاليا نتيجة هذا الصراع. لابد أن نرسل سفيرنا لسفارتنا في مصر ولابد أن نتصالح مع مصر. ده اتجاه طبعا هو دلوقتي الاتجاه الغالب في تركيا. يعني هو برضو أردوغان بينفق كتير عشان يخفي الرأي الآخر في تركيا. المسألة مش سهلة عنده، ما هو بيحط نفسه في مواقف مضطرة أن يخفي الرأي الآخر. اللي بينفقه أردوغان مش بس في القنوات الفضائية ولا في لا، أردوغان بينفق مرتبات كاملة لعشرات ومئات اللاجئين ما بيعملوش. ده هو بيزود لما القيادات الإخوانية اللي بيعيشوا في تركيا حاليا، دي مرتبات مفتوحة غير مرتبات غير الدخل الخارجي على المؤامرات، سواء كانت قضية استشهاد النائب العام أو قضية الشروع في اغتيال الرئيس السيسي والإعداد له. الحاجات دي كل القضايا دي 80% منها تنفق عليها تركيا، 20% بس قطر، إنما 80% من القضايا اللي هي الاغتيالات والتفجيرات والحاجة تنفق عليها تركيا. بس هو ما بيقدرش طبعا، يعني هم بيجهروه هناك بذلك. السجون بتقوم محل المناخ. لا يبدو أن هذا النائب المعارضة زعيم المعارضة أن هذا النائب اكتسب حصانة مؤقتة، لأن أنا بقول إن تركيا على شفا هاوية من النار. إما كانش أردوغان يعدل من سياسته، هو الآن بيعاني من انقسامات داخلية خطيرة. صحيح. طبعا احنا ما عندناش المثل، ما بنهتمش باحواله الداخليه، رغم ان عنده عورات كثيره جدا. يعني لما تيجي تتكلم من الناحيه الاسلاميه، احنا ما عندناش قانون لترخيص الدعاره ولا قانون لكذا ولا قانون كذا، ومع ذلك هو اكتر واحد بيثير هذه المسائل في مصر، مع ان هو لا قيم ولا اخلاق ولا مبادئ. عندنا تعاونه مع اسرائيل دي عوره كبيره جدا، ومع ذلك احنا مش متفننين في إظهار مشاكله الداخلية، ربما مش مشغولين بيه أصلاً. يعني أنا لا أرى تركيا إلا في مناسبات زي كده، لما قناة الشرق، ولا يعني يكفي إنك تعرف إن في قناة اسمها الشرق بيصرف عليها أردوغان. يعني إيه حكمة الشرق؟ الشرق ومكملين. لكن إيه حكمة إنك تصرف على قناة؟ طب المكملين عشان الإخوان. إيه حكمة إنك تصرف على أيمن نور؟ يعني هات لي حكمة. بأيمن نور بيعمل لك إيه؟ غير إن هو بتستخدمه لتدمير بلد. هو ده الكلام اللي قاله زمان. انا الحقيقه يعني متعجب من ان احنا برضو في سياستنا الاعلاميه لا نلقي الضوء على هذه النظم. بالعكس، ده لازم الاحوال الداخليه لتركيا حتى الانقلاب المزعوم ما لم يلقى الضوء عليه صحيح باي صوره من الصور. انا عايز تفرغ كامل لهذه المجتمعات، نشرحها. يعني انا عندي دوله زي قطر، واد بيقتل ابوه، اب بيقتل جده، يعني كله عمال يقتل في بعض ويحبسوا بعض ويحصل انقلابات. هذه الدولة بالذات لها الحق في أن تتحدث عن انقلاب؟
حتى لو في انقلاب حقيقي ابدا. ده هو انت لو شرحت المجتمع القطري تجد ان بيحكموا ثلاثه. يعني لو الناس تفهم المجتمع القطري ليس فيه اي مؤسسه، اي مؤسسه بيجتمعوا عائليا على غدوه عشان يحلوا النزاعات مع بعض اللي هم بيملكوا البلد ويتامروا على مصر وشعب مصر وجيش مصر. طبعا دي كارثه، ولذلك هذه المجتمعات ستنتهي فجاه. يعني قطر سينتهي النظام فيها فجاه ويمكن في غضون الايام القادمه. انا بقول ايام اسابيع يبدا النظام القطري من المعاناه الفعليه. طيب نرجع برضو لنقطه اثرتها حضرتك استاذ مختار، نقطه مهمه جدا انه الداخل التركي، يعني ونحن لا نهتم بالداخل التركي وهم يهتمون بكل صغيره وكبيره تقع في مصر ويحاولون ان يعني يضفوا نوع من التهويل على كل ما يجري في مصر من خلال طبعا قنواتهم ووسائل اعلامهم. اردوغان داخليا خلال الاشهر القليله الماضيه يعاني من انفضاض رفاقه من حوله، لا سيما يعني شخصيات كبيره زي احمد داوود اوغلو كان رئيس وزراء وكان وزير خارجيه واحد مؤسسي حزب الحريه والعداله والتنميه علي باباجان اللي كان وزير الاقتصاد وغيرهم من قيادات هذا الحزب اللي انشقوا عن اردوغان وبيكونوا احزاب اخرى. لذلك كلما تازم الوضع الداخلي بالنسبه لاردوغان كلما زادت عداوته لمصر ولشعب مصر ولجيش مصر. النهارده اردوغان كان بيبتز اللاجئين او بيبتز المجتمع الدولي بقضيه اللاجئين من جديد، يعني احنا سمعناه من حوالي اسبوعين ثلاثه وهو بيهدد اوروبا انه هيفتح الباب لكي يتدفق اللاجئون من تركيا على اوروبا من جديد. يعني احنا لم يحدث في مره من المرات ان احنا استخدمنا هذه الورقه امام المجتمع الدولي، رغم ان احنا عندنا ملايين اللاجئين عايشين هنا وسطينا وعندهم مشاريعهم وبيوتهم وشوارع، حتى بتلاقي احياء باسماء حي السوري والحي العراقي والحي الليبي والحي اليمني ومدن يعني تمتلئ بهؤلاء الضيوف الاشقاء الاعزاء، ولم نستخدم هذه الورقه فيما انه اردوغان بيستخدمها ليل ونهار والنهارده اتكلم عنها. هي كمان هي بتعطي نوع من انواع الهيمنه الدوليه على على الدوله المستضيفه اللاجئين. احنا ما نحبش اي هيمنه دوليه، ولذلك احنا مش عايزين فلوس بشان اللاجئين، احنا بنقوم بواجب عربي قومي. طيب ليه ما بنطلبش فلوس زي تركيا بتطلب؟ لا، فلوس يعني هيمنه، يعني رقابه، يعني تعديل تشريعي من اجل اللاجئين وحمايتهم، وبرضه انهاء قضيه اللاجئين بتكون باتفاق مع المجتمع الدولي. شوف احنا مثلا حضرتك بتتكلم دلوقتي واحنا بنعرض لقطات ل يعني مناطق في 6 اكتوبر ومحلات يعني واستثمارات ومشاريع بيقيمها الاشقاء السوريين في مصر. طبعا لا، استثمارات واسعه جدا، استثمارات بتصل بالذات بقى في المطاعم الغذاء والحلويات والحاجات دي، تقريبا 60% دلوقتي هم بيحتلوا السوق المصري. انما زي ما قلت لحضرتك هي قضيه استقلاليه بحته، ما احناش الدوله اللي تقول للعالم احنا عندنا 8 مليون لاجئ او 4 مليون لاجئ، احنا قاعد السودانيين عندنا حوالي 2 مليون لاجئ موجودين في منطقه معينه، ما حدش حس بيهم ولا حد طلب اي اعانات بشانهم. اعانات يعني هيمنه دوليه على الدوله. اعتقد ان امل اردوغان دلوقتي حاليا في الإعانة الدولية اللي تجيله عشان توازن العملة تجيله سنويا عشان توازن العملة. ولذلك أنا برضو بقول لحضرتك إن ده هيكون عامل من عوامل انهيار أردوغان في الفترة اللي جاية، وإن الانتخابات اللي جاية يقينا هتكون مزورة. مش هيقدر أردوغان يتقبل انتهاء حلمه لأنه هو مريض بجنون العظمة، انتهاء حلمه فهيجيله حالة انهيار لابد لابد. وأنا بقول لحضرتك يعني توقع نهاية أردوغان مش بصندوق الانتخاب، لأنه لن يسمح لصندوق الانتخاب أن يهزمه. التباشير والعوامل الأولية بتقول أن المجتمع التركي بدأ يميل كثيرا ضد أردوغان ويكتشف بعض أمراضه النفسية. وطبعا كلما ضاق عليه الحال داخليا كلما زادت وتيرة حربه على مصر وعلى الشعب المصري، لا سيما من خلال المنابر الإعلامية اللي بيصرف عليها زي قناة الشرق وزي قناة مكملين وطبعا وسائل إعلام كثيرة جدا. هو نظام المقامرة كده أستاذنا الكبير، يعني هو لازم ينفق كل ما معه لأن كل قرش هينفقه بعد كده هو اللي هيعوضه في تخيله بالقرش الأولاني.
يعني هو فقد كتير جدا وما كسبش حاجه، خسر وخسر كتير من اصدقائه، وخسر المعارضه التركيه، وخسر وعلى المستوى الدولي خسر. والنهارده حتى ترامب بيعترف بقوه مصر التفاوضيه وقوه مصر في التواجد، ويعترف امام الملأ بان هذا الرجل قائد سياسي ما اتقالتش لحد. كلمه قائد دي سياسي ما اتقالتش لحد، ومع ذلك ده خساره، خساره معنويه كبيره جدا لاردوغان اللي قعد سنين يقبل يد اعتاب المجتمع الاوروبي عشان يبقى عضو، وفشل في تحقيق هذه النقطه فقط، مش عن انه يقال عنه زعيم عربي او زعيم تركي او كده. زائد ان احنا قضيتنا مرتبطه بالعروبه، يعني قضيتنا يتقال زعيم عربي، بطل عربي، قائد عربي، هو زعيم، يعني هو زعيم لايه؟ هو رئيس دولة. عايز يعيد احياء الامبراطوريه العثمانيه. ده اللي قعدوا يدرسوه لنا الحقيقه سنوات، وانا طبعا عاتب على ان الكتب دي تم تداولها لسنين طويله جدا. الخلافه العثمانيه، كلمه الخلافه، الكلمه دي اللي شوهت بوجود الاحتلال العثماني، احنا طول عمرنا بنشأنا انها الخلافه. بس بدات بعض الدول زي السعوديه دلوقتي تغير يعني المصطلحات دي في مناهجها. ما هي اللي نشرتها السعوديه، هي بدات تغيرها، بس هي اللي نشرتها. كل الكتب اتطبعت في السعوديه وبيروت، الكتب اللي بتتكلم عن السلطان عبد الحميد ووقفته التاريخيه ضد الصهاينه وعدم التنازل وعدم التفريط، بينما الحقيقه السلطان عبد الحميد هو اللي مزق الدول العربيه كلها، وهو اللي باعها للاحتلال المختلف يعني. فيعني الحقيقه التاريخ كله محتاج يتعاد صياغته، واحنا يعني قطع عربيه، انما هي تركيا هتقاس بانها تركيا راحت او جت تركيا، ولاردوغان مش ده حلمه. فان كانت تركيا فانتظر من اردوغان تقريبا حاله من حالات الانهيار في القريب العاجل. طيب، من ثلاث اسابيع ومصر بتتعرض لهجمه شرسه، هي طبعا بقالها من 30/6 لغايه النهارده بتتعرض لهجمه وهجوم اعلامي وتمويل لجماعات ارهابيه واذرع عسكريه لجماعه الاخوان من اجل هدم الدوله المصريه، لكن من ثلاث اسابيع هذه الحرب زادت وتيرتها يعني يوما بعد اخر بواسطه طبعا القنوات اللي احنا بنتكلم عنها و أيضا مواقع عديدة في الإنترنت. كيف تابعت هذا التحريض اللي حصل واللي بيحصل دلوقتي؟ هو أنا طبعا أنا بدأت الكلام لحضرتك، قلت أكدت على أننا لا يجب أن نعتبر أن هذا شر، وأن ده أضاف لقوة مصر قوة، كشف بعض مناطق العوار، وكشف بعض الراقصين على حبل الحياد ومشاكل ذلك. في المعارك ما فيش حياد، خد بال حضرتك، في المعارك ما فيش انتقاد دولة برضه، في قواعد بتربط المسألة زي توقع الإشاعة منين وفين وموضوعها، وزي القرآن معلمنا وزي الإنجيل معلمنا لازم نتوقع الحاجة جامدة. والحرب دي مش جيل رابع ولا جيل خامس، ده حرب من البداية خالص، حينما ظهر حادث الإفك قالوا عبد الله بن أبي بن سلول على طول، يعني هو ابن سلول هو رأس النفاق. يبقى احنا نتوقع الفتنة جاية منين. احنا هنا اكتشفنا عورة خطيرة جدا في مجتمعنا، سرعة التصديق رغم عدم وجود عوامل التصديق، ده ضعف، فقدان ثقة في النفس. اتنين، ضعف وسائل الرد، ضعف وسائل التوقع، إدارة الأزمة، الحاجات دي كلها احنا عايزينها. فأنا دلوقتي مش حبكي على اللبن مسكوب عشان كمان وقت البرنامج، إنما لازم نقول إن زي ما تعلمنا سيقول السفهاء ومن الناس ما كانوش لسه قالوا، احنا لازم نتوقع الإشاعة جاية منين، ولازم نشرح ضعف الخصم عشان ده ضعف نفسي. منهج الإخوان زمان ولما حضرتك كنت في الجماعة، هل كان بيركز على مسألة نشر الإشاعة بالقدر اللي هو عليه الحال الآن؟ ليس أمامهم إلا ذلك. ليس أمامهم، بس في أيام حسن مبارك كان في خوف. طيب، لو عند حضرتك وقت دقيقة أنا أحكي لحضرتك رواية صغيرة. اتفضل. هو كويس إن كل أبطال عايشين يعني. الدكتور زكريا عزمي طلبني فيه يقعد معايا يشكرني على ان انا سبت دايره الزيتون وترشحت في النظريه ايام مجلس الشعب. فرحت، انا افتكرت بس المساله شكر وشوكولاته وبتاع ونمشي، انما هو قال لي ان الرئيس عاتب على الاخوان ثلاث حاجات: اسلوب الاشاعات، اطلاق النكت. الرئيس حسني مبارك عاتب على الاخوان، خد بالك من العلاقه الوديه الحميميه، اسلوب الاشاعات، اطلاق النكت، العلاقات مع السودان. الثلاث حاجات دول كان زكريا عازم بيبلغني ان انا يعني اعرف ان حسني مبارك زعلان من المرشد في هذه الاشياء. طبعا الثلاث حاجات دي بلغت ليا وانا تعجبت، هو الاخوان بتطلق اشاعات؟ فطلع ان الاخوان ما عندهمش وسيله حقيقيه غير كده.
بس هي زادت دلوقتي ليه؟ بعد انهيار الحكم الاخواني اللي هو افقدهم الظهير الشعبي. اصل الاخوان دي كانت تتشكل من حاجتين، شعار وظهير شعبي، مفيش حاجه غير كده، مفيش تنظيم سياسي، مفيش على غير الناس ما بتعتقد بقى التنظيم الدولي والقوه العقليه والسياسيه، مفيش الكلام ده. الظهير الشعبي مع الوقت خلاص فقد، ومع سنه واحده من الحكم يبقى بعد ذلك ايه؟ هو اسلوب الاشاعات. حضرتك اسلوب الاشاعات والبزاءات، انت تكتشف دلوقتي كمان ان الشخصيه الاخوانيه مش هي بتاعت زمان، مش هي الشخص اللطيف اللي هادي كده اللي يقعد مع حضرتك، لا ده الشخص اللي بيسب ويمل ويقول كلام يعني غير مؤدب، ابسط كلمه يعني غير مؤدب يعني. يعني هذا الكلام الوضيع اللي بيتقال ده اعتقد ان هو سفور عن حقيقه الشخصيه الاخوانيه اللي هي اتولدت بعد الفشل. احنا النهارده في بعض المواقع الاخباريه يعني جايبه تسجيل لاحد قيادات الاخوان وهو بيتحدث الى شخص وبيديله بينقله تعليمات ازاي انك انت تنزل الشارع وازاي انك انت تسال الناس ويكون معاك الموبايل ويكون الميكروفون بتاع الموبايل شغال وسجل للناس وانشر على الانترنت. مش عارف عندنا الموضوع ده يا جماعه؟ جاهز؟ جاهز. طب نسمع كده عشان الاستاذ مختار يسمع. السلام عليكم الاخوه الافاضل اخوات الفضلايات، ربنا يبارك فيكم جميعا. انا ببعت لكم رساله صوتيه، طبعا انتوا عارفين ان الجروب فيه ناس امنيه بينقلوا الرسائل بتاعتنا للاعلام المصري، ومع ذلك انا قررت ان انا ابعت لكم رساله هنا اهوت علشان خاطر طبعا شغلنا يكون كله على ميه بيضاء وواضح لجميع الناس، حتى الامنيه لو عايزين يوصلوها للناس يوصلوها للناس. خلاص الثوره كده كده شغاله والامور واضحه، وان شاء الله باذن الله الثوره تنجح وعن قريب كلنا نفرح مع بعضنا ونتعرف على بعضنا معرفه شخصيه في كل مكان، ويعني هنتقابل مع بعض في مصر ونخرج ونحتفل مع بعض باذن الله تعالى. الرساله دي مهمه، انا عايز الكل يسمعها ويركز فيها كويس. تمام الاخوه الكوادر، انا يعني بدل ما نبعت للكوادر ونبعت في الجروبات الثانيه وننتقل من كذا مرحله لغايه ما نوصل للحشد 2 والغيره من الجروبات اللي موجوده، باختصار يا جماعه الفتره دي عايز انا من الناس فيديوهات مهمه يعملوها. الفيديوهات دي عباره عن ايه؟ عن كل واحد على قد ما يقدر هيجي مثلا عامل نفسه مذيع، يعني مش عامل نفسه مذيع، يمثل دور المذيع، يعني كانه مذيع في الشارع. يعني انت خليك انت اعمل دور المذيع في الشارع، هتنزل في الشارع في المنطقه اللي حواليك في المنطقه اللي بعيد عنك، حد ما انت قدر المصلحه حسب ما تشوفها مظبوطه، شايف ان انت لو اشتغلت في المنطقه اللي حواليك ممكن شغلك دوت يوصل للامن وتنضر، ما تعملش في المنطقه اللي حواليك، اعمل في اي منطقه بعيده. تمام، عارف ناس كويسين، عارف ان هم ضد الانقلاب وضد النظام الغاشم الحاكم لمصر، برضو تقدر تتواصل معاهم. طبعا نسبه الناس اللي رافضين الانقلاب في مصر او التي اللي رافضين حكم السيسي، سيبك من كلمه الانقلاب، اللي رافضين السيسي دلوقتي في مصر فوق ال 85% على الاقل، على اقل تقدير. فاصبح ان تعرض اي حد لمضايقات امنيه اصبح الموضوع يعني مستبعد. انا بقى عايز من كل واحد يعمل ايه؟ زي ما قلت لك كده، تمثل دور المذيع، هيبقى معاك مثلا سماعه تليفون عاديه بابسط الامكانيات وتليفونك مشغله على الكاميرا، وتقابل الناس واحد بياع، واحد واحد قاعد في صيدليه، واحد قاعد في عاده منتظر دوره في اي مكان. طول ما انت كده خارج يومك بتقضي مصالحك الشخصيه، اعمل لقاء لمده دقيقه. ايه رايك في البلد؟ ايه رايك في الوضع؟ ايه رايك في حكم السيسي؟ انت راضي عن اداء السيسي ولا مش راضي عن اداء السيسي؟ تمام، بنفس الطريقه كده وبنفس الايه وبنفس الاداء. تمام، هتعمل الفيديو هيبقى مدته دقيقه ولا حاجه، دي نص دقيقه اللي تقدر عليه، دقيقتين مش مشكله. الفيديوهات دي هنجمعها باذن الله وهنبدا ان شاء الله ننشرها على الميديا علشان خاطر نورد للعالم الخارجي كله مدى كره المصريين دلوقتي لحكم السيسي دوت، الشغل العملي اللي مطلوب من كل الناس. بالاضافه طبعا ان انا طلبت حسابات الفيسبوك بتاعتكم الشغاله تبعتوها لي، تبعتوا لي طلب صداقه عليها، انا ابعت لكم الرابط بتاع الفيسبوك بتاعي دلوقتي، واللي يبعت لي طلب صداقه يبعت لي رساله يقول لي انا فلان ومعاك وعايز شغل السوشيال نعمل فيه ايه بالظبط، وانا هبعت لكم طبعا شغل السوشيال، وان شاء الله باذن الله الثوره كده كده ناجحه ان شاء الله، واستبشروا خير. عليكم برضو واجب ديني شرعي مهم جدا الفتره اللي جايه، واجب ايماني مهم ان انتم تكثفوا الدعاء بقدر الامكان، ودايما تدعوا ربنا كتير ان ربنا يشيل الغمه اللي موجوده على مصر ويحل الازمه اللي احنا عايشين فيها. تمام، ويصلح حال بلدنا، ويعني ربنا يخلصنا من السارقين والغاصبين للبلد يا رب. شدوا حيلكم يا رجاله، شدوا حيلكم يا بنات،
البنات، شدوا حيلكم كلكم. طبعا البنات عندنا ب 100 راجل من الناس اللي مش كويسه، فعايزينكم ان شاء الله باذن الله تعالى تكونوا ايه قد المسؤوليه، وربنا يكرمكم جميعا. بالمناسبه يا جماعه برضو انا عايزكم تركزوا في حاجه برضو نسيت الفت نظركم ليها في الرساله الاولى، ودي برضو حاجه مهمه جدا، ان انت لو عملت لقاء واللي طلع معاك دوت طلع مثلا ان هو مؤيد للسيسي او كده، جات له بالتي هي احسن بالحسنى خالص، وبرضو احتفظ بالفيديو علشان خاطر احنا هنعرض وجهه النظر وجهه نظر الاخرى. اصل هو المجتمع فيه فعلا ناس مع النظام، في ناس مغيبين، في ناس فعلا منتفعين، فالكلام دوت موجود، احنا عايزين ننقل الواقع بالظبط زي ما هو موجود تمام. واحنا متاكدين طبعا من ان النسب ديت زي ما احنا بنتكلم عليها يعني اقل شيء خالص، خلاص بعد طحن السيسي لعموم الشعب، بعد ما السيسي طحن الشعب خلاص النسبه لا تقل عن 80 او 85% من الشعب رافض للسيسي. الكلام دوت يعني احصائيات من كتر الاحصائيات دي عملناها من كتر ما متابعتنا للناس هناك في مصر ومن كتر احتكاكهم مع عموم الشعب. والله المستعان. طيب ده احد القيادات اللي يعني بيملي تعليماته على القواعد. حضرتك كنت بتسمع وبتضحك، بتضحك ليه؟ انا بضحك عشان بياكد الكلام اللي قلته لحضرتك ان هو حاله مرض نفسي خطيره، وهي الاحلام لما بتتساقط بينتقلوا من مرحله الكبر عدم التربيه الحقيقي يعني الكبر والعجرفه الى مرحله الانهيار والهروب. في ناس كتير اتفاجئت انها بتساءل قانون، ما كانتش معتقده كده. ولغايه رابعه والاوهام والجيش الامريكي جاي والاسطول وبتاعه وجبريل جاي يصلي عليه وعلى النبي الصلاه والسلام والرسول الام الكلام يعني خزعبلات كلها. النهارده في حاله من السقوط النفسي، انا بقول لحضرتك ده مرض نفسي كله. حكايه ان انت هو فاجئني الحقيقه ان في ناس حيلاقيها ما ايه ده السيسي، فاجئني. انا ما كنتش متوقع بصراحه ان في حد يقعد ايه ده كلام طريقته في الكلام طبعا، وسجل واعمل وبتاع ده ايه ده، عقول سياسيه ضعيفه جدا يعني. الحمد لله ان الله لا ينصر قوما كهؤلاء على الاقل من ناحيه الاسباب البشريه، العقول ضعيفه جدا، انما ان هو كمان يلجا لهذا الاسلوب. انا قلت لحضرتك دي مش حروب الجيل الرابع، دي حروب مرت بها كل الاجيال، ودي سنن الله في الارض. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، دي قاعدة يا سيدي الفاضل، قاعدة هتفضل ماشية على طول. غلاء إيه وسرقات إيه اللي بيتكلم عنها الباشا؟ بس واضح هو بيتكلم من خارج مصر متهيألي. مفيش حد بيتكلم من داخل مصر. مفيش. يعني حتى دي تعليمات جاية يا باشا من أيوة ده إحنا قدام أسفل سلوك ممكن التاريخ يشوفه. اللي قتلوا النائب العام كلهم كانوا بيداروا من خارج مصر. من الدكتور يحيى موسى المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه في عهد مرسي. يا سيدي الفاضل هذا الرجل مش ضحى بس باللي قتله الشهيد هشام بركات، لا ده ضحى باخو مراته العيل الصغير اللي عنده 19 سنه. يعني 19 سنه لم يشفق عليه، استغل اعجابه بيه ومش عارف كلمه سر ايه وسجل على لاين واعمل وضحى بالولد وهو داخل اعدام بيقول لك نصلي صلاه الغائب. هو ده اللي انت قدرت عليه؟ وديت الواد في داهيه، ده انت حتى مش شهدتلوش شهاده حق. سبته يتعدم وسبته يعترف، سبته يدل على زملائه ويقول عمه يحيى وبتاع، يعني انا بقول لحضرتك ان مفيش حد يقدر يقعد في مصر ويقاوم. احنا لغايه اول امبارح كان في الصحه في المطريه كانوا ماسكين وكر اسلحه. ايوه ومسك واحد. ما يقدرش، لازم يتكشف. النهارده برضو يعني قوات الامن تعاملت مع خليه اخوانيه وقتلوا سته هنا في 6 اكتوبر. لازم يتكشف، لازم. واللي جوه السجن بيقولوا عايزين نتكلم، عايزين نتفاوض، خلينا كده صرح هنتكلم مع الناس، دي الحقيقه. والزعماء قبل الجنود عايزين يتكلموا ويتفاوضوا مع الرئيس السيسي، سيبك من اللي بيقولوه ده. ولما تقابل واحد وتلاقيه وبتاع والكلام ده، الناس كلها حتى اللي ممكن يشكو من غلاء الاسعار هو عارف انه لو حب وظيفه ب 2003 هيلاقي بسهوله جدا، ولو حب يشتغل هيلاقي شغل لان معدل البطاله انخفض جدا. وايضا مساله الدعم، هو في رغيف عيش بخمس سجل في مصر يا باشا؟ يعني انا مستغرب، انا يعني احنا بنتكلم في ايه؟ ده بتوع الدوره الافريقيه لما جم هنا الناس كانوا بيضربوا كف على كف، ايه البلد دي اللي كل حاجه فيها ببلاش؟ فأنا بقول لحضرتك إن طبعا اللي بيقوله الأخ ده هو معبر عن واقع العقليات اللي موجودة الآن. والعدو هين، أنا بعتبرهم عدو الآن لأنهم عدو البلد. هم عدو الآن، هو هين وضعيف
بس احنا عندنا نقاط ضعف اظهرته قوي. عارف عامل زي حضرتك؟ زي فريق الكوره الضعيف جدا اللي ما فيهوش واحد عنده نفس بس لما يلعب اولاد لسه مبتدئين. فاحنا في حاجات كتيره جدا لازم نبدا ولازم نعمل طفره، بس خد بالك حضرتك مش كل ثوره هيصنعها السيسي. في ثوره مطلوبه من داخلنا هنا. وبالذات اللي اكتشف الضعف الاعلامي في مواجهه هذه الظاهره هو الواقع. ما حدش لا نفعت فيها مقالات ولا نفعت فيها، لا لا، هو الواقع هو اللي كشف، هو اللي حرك الاعلاميين دلوقتي بكل طاقتهم بالست سلندر اللي عندهم او الثمانيه، اشتغلوا بكل طاقتهم في الفتره اللي فاتت دي. طبعا انا بأثني على كثير من القنوات فائت وبدات تقدم المشروعات الناضجه، انما لما تسمع كلام ابننا العزيز اللي بيقول لك سجل ومن غير ما حد ياخد باله، ولما يصادفك واحد بقايد السيسي، وعلى فكره في ناس بتقايد السيسي، يعني بيتكلم حتى الداتا اللي عنده بايظه خالص. بايظ يعني مش مظبوط. وبالتالي ده عدو يسهل هزيمته. والاخوان اذا استمروا على ذلك فهتنتهي الاخوان في خلال سنوات. احنا في يوم من الايام كتبت، كان الاستاذ عبد الرحيم علي عمل معايا تحليل صحفي من 10 سنين سابقه على 2011، وقلت فيها ان الاخوان بعد دراسه المعطيات الاخوان تنتهي بعد 10 سنوات بدايه النهايه. فعبد الرحيم علي حتى فوجئ يعني بهذا الكلام. وطبعا ساعتها كان الواحد ترك الاخوان فبيتكلم برضه بحسابات مجرده. وبالتالي فعلا بدا من بعد ما تمكين الاخوان قالوا لا ده احنا تمكننا مش انتهينا، وكان العتاب على ان ازاي تكتب كده واحنا تمكننا مش انتهينا. قلت لهم لا، هي دي بدايه السقوط. الحسابات دايما السياسيه عندهم غلط، زي حسابات الاخ اللي هو بيجمع معلومات من خلال انك تفتح حديث مع واحد وتعمل نفسك مذيع. طبعا طريقه ساذجه جدا وطريقه معلومات، يقول لك قد تصادف انك اعتقد يعني ان الاخوان هي الان تعيد الحسابات حقيقه. انا بقول لحضرتك دي حقيقه مش كلام للمشاهد، لا ده كلام حقيقي. هي الان الاخوان اللي في السجون بيعيدوا الحسابات وجاهزين لاصدار بيان وجاهزين للاتصال بالدوائر السياسيه للاعراب عما ارتكبوه في حق هذا الوطن من جرائم. اما اللي قاعدين بره دول مش حاسين بحاجه، وبالتالي بيشغل اللي هنا ويوقعه. طب ال 123 اتقبض عليهم في المظاهرات على الاقل بتاعت السويس، ما هم اغلبهم اخوان، ظنوا وصدقوا خلاص الرئيس سافر مش راجع، واصل هي دي الطريقه هيقعد في امريكا لغايه اما يطمنوه. ادوا ايحاء لهؤلاء الشباب غر بيهم ان فعلا الوضع اتقلب، فقال لك يلا نبقى ابطال الثوره، ابطال الثوره الجديده. فوجئوا بان مفيش ثوره ولا حاجه، وان المساله هم بس اللي خارجين ومعاهم اطفال صغيره. طيب مين هيترافع عن ال 123 واحد دول؟ الاخوان طبعا محتاجه تقاوم 123. الزمن ده انتهى واصبح دخل الاخوان لا يسمح بالانفاق على مئات المعتقلين زي زمان. زمان كانت الدوله لا مؤاخذه يعني الدوله، وانا بقول لا مؤاخذه اهو، نظام مبارك كان يسمح لهم بالانفاق على المعتقلين، وكان يسمح لهم بادخال الملابس والمأكل والتليفونات وكل حاجه، كان يسمح لهم بذلك. وايمن نور تمتع بهذه الحريه من الرئيس مبارك والاتفاق المتبادل. الان الامر قد يختلف، قد يختلف، اللي يدخل تهريب بقى، انما الامر قد يختلف. النهارده في مستقبل وفي محكمه، والمحكمه بتدي 5 وبتدي 10، وده قانون ومنظم، مفيش مجاملات ومفيش ملائمات سياسيه. انت في واقع مختلف، لازم اللي يوصلوا رساله من الاخوان انزل وتظاهر، لازم يقول له الواقع المختلف ايه. قريب جدا بعد ايام هيتنفذ حكم الاعدام في احد المجرمين، ما عادش في حاجه اسمها ضغوط سياسيه. لما قالوا الاعدام في فرنسا وفي كل الدول كلموا الرئيس السيسي في مساله الاعدام، قال لهم كل بلد ولها منهجها ولا عقيدتها ولا طبيعتها ولا قانونها. احنا لا، اولا يعني انا ما يعني الرئيس الوحيد الذي رايته لم يهتز لمساله حقوق الانسان، لعبه حقوق الانسان، لان اللعبه دي انا صح عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، انها من اول يوم جالنا فيه عدد المختفين قسريا قلنا دول مش مختفين قسريا وما فيش اختفاء قسري. طبعا الكلمه دي هيجت الناس كلها، انا شخصيا قلتها في مجلس، وان كان المجلس قال نبحث الحالات، قلنا ما فيش اختفاء قسري، ما فيش مصلحه لاي اختفاء قسري، في حاكم بالقانون ويجدد مع النيابة. طب المختفين قسريا بدأوا يظهروا واحد ورا واحد في كل قتل لمجموعة إرهابية، وأعتقد إن اللي قتلوا النهاردة وامبارح في 6 أكتوبر، أعتقد إن فيهم واحد برضو كان معلن إنه مختفي
قصريا، والاسماء بقى بتتعرف حقيقتها بقى وتجيب صورته عاملين عليه زوبعه وبيعيطوا وهكذا. واي حد بيجي تاكد ان هو بيبقى عارف الجريمه اللي ارتكبها وعارف التهييج. لا خد بال حضرتك، الحرب الان حرب الكلام، ولا جيل رابع ولا جيل خامس، ده هي الحرب الاولى التي سلطت على المسلمين من البدايه وعلى اهل الدين واهل الصلاح. وخد بال حضرتك برضو ان القضيه قضيه اصلاح. الناس دي لو صادقه في الاصلاح حاجه بسيطه جدا، حاجه طب ما تسيبنا نكمل، سيبنا نكمل. وبعدين انت مش موجود وسطنا، انت يعني حريص جدا على الفقراء، يعني ما اعتقدش انت حريص على الفقراء وانت عايش في تركيا بتاخد اعانه وهم هناك اشتكوا ان هم بيسرقوا بعض واشياء من هذا القبيل. طبعا احنا لازم نسلط الضوء على الخلافات الحقيقيه بين الاخوان وانقسامهم الى عده شعب، لان كل واحد فريق بيذكر الثاني. لابد ان نسلط الضوء، وانا برضو انا بقول هبتدي اسلط الضوء على حقيقه ايمن نور وعلى حقيقه معتز مطر من واقع التجربه مع كل واحد منهم. هنسلط الضوء على دول، ولازم نكشف الناس هل دول فعلا زي ما قلنا، يعني كيف تثق في رجل يعني القرآن حرم عليك انك تصدق الانسان من غير بينة، فبالك باهل عدم الطاعة والتمرد. فيعني احنا صدقنا شخصية الغريبة ان جت للناس ولقينا مثقفين مصريين للأسف عقلاء، يقول لك من حقق من شوف من عارف. يا اخي اتحقق وتشوف ايه؟ ده المحكمة لا تقبل سماع هذه الشهادة، المحكمة العادية البشرية لا تقبل سماع الشهادة حتى لو كان شهادة عين، ما ينفعش من واحد زي كده. الشهادة دي لازم يتوفر، الشهادة المدنية بالقوانين الوضعية لازم يتوفر فيها صفات. فأنا أعتقد إن احنا جات لنا رعشة وجات لنا اختلال عند البعض، والبعض قال لك نترقب يمكن ونشوف ونكون مع الفريق الفائز، انما في فريق تاني برضه جاله ثبات وجات له مناعه وجات له قوه. وانا هو الفريق الاكبر يعني الفريق الاكبر طبعا، وبالذات بقى الفريق اللي اكتشف العيوب والعورات. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، السيسي على المستوى الشخصي خرج فائزا من هذه المعركه. انا بقول لحضرتك دي حقيقه يعني سياسيه، ماليش دعوه بغض النظر عن ان انا بحب السيسي وما بحبوش، مش دي القضيه، انما هو في التحليل السياسي خرج فائزا لما تيجي تحسبها. وان هو لما حصل نوع من المكاشفه البعض قال لك يعني هو يعني لازم يرد على واحد زي بتاع، لا لا لا، ده السيسي استنفر مجتمعا باكمله بالجمله دي، اثبت عجز الكثيرين عن ان هم يواجهوا دي، قال لك اتصدى لها بنفسي. انت عارف حضرتك دي عامله زي ايه؟ زي ما يقوم كبير العيله او كبير العمده بتاع القعده ويقوم يفتح الباب لان ما حدش قام يفتح الباب، دي بيعتبروها كبيره جدا، ده يقول لك رمى التراب على رؤوسنا. السيسي عمل كده واستنفر مجتمعا باكمله وخرج من هذه المعركه فائزا. هم طبعا في تحليلها ارادوا اشياء كثيره جدا، منها طبعا المساس بيوب سمعته اللي هي النقاط القويه، لا السيسي شريف شريف دي ما فيهاش كلام، ونضيف نضيف ومش بتاع اصدقاء ورجال اعمال، والحرب دي جزء منها رجال اعمال يعني، انما خرج منها ايه بقى؟ خرج منها فائزا. وخد بال حضرتك التحليل السياسي بقى اللي بيشمل زي ما احنا كمجتمع فزنا بان احنا كشفنا بعض نقاط وعورات المساله، ايضا السيسي كشخص كرمز مطلوب قتله، مطلوب قتله معنويا، ان ما قدروش يقتلوه برصاصه يقتلوه معنويا. مش بس معنويا، في يعني كشف يعني بالامس عن محاولات اغتيال كانت تعد له. والله يا سيدي دي معروفه من زمان الحاجات دي، واحنا قلنا قبل كده ان قصر الطهره قدامه عماره يسكن في الدور الثاني فيها رئيس مكتب إداري الإخوان في إحدى المحافظات، ويزوروا الإخوان والمرشد كان عنده وكل حاجة قبل ما تقوم الثورة يعني. وده إيه؟ قدام قصر الطهرة، وقصر الطهرة كان فيها لاجئين سياسيين. إحنا في يوم من الأيام كان في إذاعة احتياطية ما حدش يعرف مكانها اللي هي محطة أم كلثوم. دلوقتي إحنا بمنتهى البساطة بنطلب عايزين نعرف أنت بتعمل المعمورة ليه؟ يعني الوضع اختلف، حتى شخصية المعارض المؤدب اختلفت. زمان كان المعارض يقول لك القياده السياسيه. القياده، ما حدش جر الناس الى مواجهه حسني مبارك مباشره الا الاستاذ عبد الحليم منديل والاستاذ ابراهيم عيسى اثنين ثلاثه. الباقي كله كان يعني يتكسف او يخاف يقول اسمه. دلوقتي لا، ده في يعني جرأة. حتى لو كان معارض يعني حتى لو كان معارض. اتذكر الكلمه الشهيره يعني او المصطلح الشهير للاستاذ محمد حسن هيكل رحمه الله عندما كان يقول مقام الرئاسه. يعني انا بعتقد يعني اللي موجودين دول مش معارضين، مش معارضين،
لا موجودين دول محاربين حقيقة. المعارض حتى وقت الحرب ما بيبقاش معارض. نعم. ولا يقولش بس انا ليا ملاحظات، صحيح انا شايف عدم توزيع مش عارف ايه توزيعا عادلا، وانما برضو انا مع مصر. لا الكلام ده ما ينفعش في المعركه. في المعركه مفيش خطب ومفيش ملائمات، المعركه فيها حاجه واحده بس، انك تقف مع الدوله وتقف مع صمود. بعد كده حضرتك بقول او قبل كده، انما وقت المعركه ما ينفعش. قبل ما اختم مع حضرتك والحديث شيق معاك استاذ مختار، يمكن في خبر جالي دلوقتي قبل قليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقرر مغادرة حفل العشاء المقام في الأمم المتحدة بعد أن شاهد ترامب والسيسي على نفس الطاولة، وفق مراسل صحيفة حريات التركية. حريات دي قريبة من أردوغان، متحدثة باسم أردوغان. المراسل بتاع هذه الصحيفة فبيقول أنه أردوغان يقرر مغادرة حفل العشاء في كل دورة للجماعة العامة للأمم المتحدة، بينظم حفل عشاء يضم كل القادة والمسؤولين المشاركين في هذه الدورة، وبيكونوا يعني موجودين في هذا العشاء. النهاردة أردوغان لما شاف سيسي وترامب على طاولة واحدة قال لك أنا مش متعشي. دي حالات بقى يعني، انت دي مش تبين لك اللي قلناه ان هو مريض نفسي بالهنا والشفاء. يعني هو مريض نفسي يعني ايه؟ يعني هو لا يقبل عشاء الاخر. هيروح في مصريين برضه في نيويورك، احنا كنا السنه اللي فاتت واللي قبلها بيعملوا شاورما كويسه احسن من الشاورما التركيه، هيروح ياخد سندوتشين من ال يعني هذا موقف رئيس جمهوريه. يعني ايه ترامب؟ هو بيغير على ترامب ولا مش عارف. بشكرك. شكرا جزيلا الاستاذ مختار روح، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان. بكده تنتهي حلقه النهارده من راي عام، نشوفكم بكره باذن الله. تصبحوا على خير.